ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. استغفر الله، هذا جاهل، هذا جاهل. الأختي الفاضلة تقول: ما قولك في من يعتمد على أنه من أهل التوحيد وأنه سيدخل الجنة ويفعل ما شاء من المعاصي؟ لعل الله يسحب منه توحيده بهذا. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولعله يختم له بهذه المعاصي أو يختم له بشرك فيخلص في نار جهنم، نعوذ بالله من خزاه. هذا استدراج من حيث لا أعلم، سنستدرجه من حيث لا أعلمون. لابد ينصح هذا الشخص. رفع الله مقامك يا جمال، وأحسن الله إليك، وأحسن الله إليكم جميعا، ونفع بكم. سنن ابن ماجه، أنت شوف الكتاب، الكتاب ليس معي. معك الفل؟ طب طلع أسلك الرسم. وبزيد الجنة، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. كان بودي أن نأخذ التفسير سورة إبراهيم، لكن أنا تعبت والوقت أدق، وأنا يعني برأي ما ورائي. أنا في يومين كتبت تأخذ من ما بالكتاب. أنا تعال شيخ، تعال تعال. الإخوة والأخوات الفضليات ضعوا سورة ابن ماجه الآن، سندخل في كتاب جديد. حي هلا وأهلا وسهلا، الحمد لله. أبشركم وأبشر نفسي أن الله من علينا بالانتهاء من كتاب العزق، أو كتاب آخر من كتاب ابن ماجه قد انتهى. اللهم اختم لنا الكتب الستة يا رب العالمين، اللهم اختم لنا الكتب الستة وأنت أرحم الراحمين. طيب، أقول يعني الأخت تضع الأحاديث التي علينا اليوم كتاب الحدود من ابن ماجه. نعم، احنا يعني المفروض كنا نرافق هذا الدرس، درس التفسير، احنا في سورة ابراهيم الان، فان شاء الله، لكننا سنؤجلها اليوم لان الوقت ضاق جدا، وانا ورائي امور واشغال كثيرة جدا. سكينة، انت تغيبت درسين، يعني نحن لا نتغافل، حضرت الاول وحضرت الثاني وزوغت ما زوغت، استغفر الله، يعني هذه كلمة سقطت مني فاعتذر عنها، ارجو عفو. وايضا تغيبت أو تخلفت درسين. لما نعم الحدود أول باب لا يحل ذنب. ما قرأت، أعتذر لو ما قرأت. طيب، أرجع لما أنا لا أقرأ كثيرا عشان ما أحد يلومني. ضعف النت، ماذا نفعل؟ قاتل الله النت، لكنه الحمد لله، الحمد لله أيضا فيه خير جيد. جزيتم جنس، تفضل شيخ، هم نزلوا هو كله، نزل لك الأحاديث، تفضل جزيت الجنس. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كتاب الحدود. لحظة شيخ، فين شيخ أمجد؟ أين سؤالك؟ عندي سؤال على الواتس. أي وقت؟ عندي أنا وعندك أنت. طب شوف أنت شيخ أحمد، وأنا بعث عليك بسؤال على الواتس، إيه تبيه حتى نجيب. شيخ أحمد الزاد لا يفرق. تحت رمك. ماشي، اقرأ الإسناد حتى تفضل. كتاب ابن ماجه، كتاب الحدود بفضل الله، اللهم يسر علينا يا رب العالمين، اللهم يسر علينا، تفضل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة ثقة، ثقة وحاسب والنسائي، قال النسائي ثقة. أنبأنا حماد بن زيد. حماد بن زيد من الثقات الأخيار الأثبات، من أساطير المحدثين. عن يحيى بن سعيد. أحمد سعيد الأنصاري، وهو من النبلاء الرفعاء، رواه له الجماعة. عن أبي أمامة. ربي أحفظك على الإيمان، وأسر عليك أمرك، لك ولزوجك ولأولادك، وأجعلهم قرة عين لك. أنا سؤال ماشي، ينتهي بس من الإسناد ويقرأ الشيخ الثاني. عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف.
وهو أبو أمامة من الأخيار الأبرار. قال أبو حاتم لا يسأل عن مسألة المنع. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم لا يتواعدونني بالقتل فلم يذكروني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو مشرك وهجم على الرجل حتى بعد الإسلام فوالله ما تميز في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتدت منذ أسلمت. الحمد لله. الذي بعده. حدثنا علي بن محمد الطنافسي، علي بن محمد الطنافسي مر علينا كثيرا وهو حسن حنبل. وأبو بكر ابن خلاد الباهلي وهذا مقرورا به. نعم. قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع التنين وكيع بن الجراح الرازي عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران وهو من أساطين المحدثين سليمان بن مهران ممتلك وسليمان بن مهران كان مدلسا ولذلك قال الذهبي إذا قال حدثنا أخبرنا فعوض عليه بن واس عن عبد الله بن مرة هو من استخلاص نعم من استخلاص عن مسروق مسروق هو من المخضرمين ما معنى من المخضرمين أطلق العلم هو أجاب عنكم هو الأستاذ أحمد فؤاد وعن فؤاد هذا من الأخيار يعني نحن يعني نحبه في الله صاحب خلق رفيع وصاحب اجتهاد والحق أنه يعني لا يتوانى ولا يتوقف عن هذا الخير حسابه كذلك الله حسيبه نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في مصير حسناته جزيت الجنة وهم أجابوا أيضا شوف الجميع السلسلة بأسرها أتت كل الأفكار من طرف العلم أتوا بها وهو أدرك زمانين زمن الجاهلية زمن الإسلام لكنه لم يحظى بشرف رؤية النسلم الرقية بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الرواية هو من التابعين وهو أصلا من التابعين ومسروق كنيته أبو عائشة نعم عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة نعم انتهى الباب افتتاح باب جديد في كتاب ابن ماجه كتب ابن ماجه إن شاء الله تنتهي بإذن الله كتب ستة تنتهي بإذن الله ما دام هناك في الأمة من يحرص لصاحب هؤلاء الطلبة ما دام هناك يعني همة لهؤلاء إن شاء الله تنتهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
حفظك ربي أبا بشير، ربي يحفظك من كل سوء، الله يعلمنا إياك، الله يعلمنا إياك. ألخص الأمر في كلمة واحدة لإخواني الأفاضل الأمالد: ما كان الله دام اتصل وما كان الغير الله انقطع انفصل. أسأل الله تعالى أن يكشف عن قلوبنا فيجدنا من الصادقين المخلصين المخلصين، ويجدنا ممن حقا قد باع نفسه وأقصه لله جل في علاه، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، ولكننا بشر والبشر يعتريه ما يعتريه. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا هذه الزلات والسقطات، وأن يلزمنا الطاعات والصالحات، وأن يجعلنا بجوار رب الأرض والسماء. إن شاء الله بإذن الله لا ننزل جميعا عن الفردوس الأعلى. كلما علت الهمة، كلما صدق المرء ربه في الدعاء صدق الله جل وعلا، أصدق الله يصدق. أقول لبعض الأفاضل الأماجد: الممكن المتاح المستحيل تحت قدرة الله سواء. ولذلك كثير من إخواننا حتى في الساحة يجهلون فقه التعامل مع من فوق العرش. قد أكون عاصيا ولي تعامل مع ربي جل في علاه لا يعلم أحد إلا بيني وبينه وهو. قد أكون طائعا وأنا أبعد الناس عن ربي جل في علاه قد وقد. لكن المسألة هي فقه التعامل مع الله، كيف يكون المرء فقيها عندما يتعامل مع ربي جل في علاه. ولذلك بعض مشايخنا الأفاضل كلمني في مسألة، قلت له: شوف، حتى المعاصي لابد أن يكون فيها فقه، يعني لن ينجو منها المرء العاصي الذي وقع في الزلل حتى يكون فقيها. قتل 100 نفس كان فقيها نجا. قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. صدق القلب موجود مع الفقه، هو علم أن النجاة منوطة بالعالم الذي سيرسم له طريق النجاة، فنجا. فحتى الإنسان لما يزل إن كان فقيها سينجيه الله جل وعلا، وإن أبى من أبى، وإن تربص به من تربص، وإن اتبع العثرة. يعني طبعا العثرات هذه ليست من خصال المؤمنين، هذه من صفات المنافقين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر من آمن بلساني وأؤمن بقلبي لا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. فالمسألة في فقه التعامل مع الله. لعل هذا يكون برنامجا يعني تاما كاملا نفس المسمى سيكون. نعم سيكون كذلك، هو فقه التعامل مع الله، ليعلم العاصي كيف يتعامل مع الله قبل المطيع، ويعلم المطيع كيف يتعامل مع الله، والذي عاش في الدنيا يبايع ربه لدينه كيف يكون فقه التعامل بينه وبين ربه جل في علاه. أقول هذا باب الحدود تكلم على باب ما لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثلاث في الأحاديث الثلاثة التي ذكرها. ذكر الردة المفارق التاركين المفارق الجماعة، وذكر أيضا الزنا المحصن زنا المحصن، وأيضا ذكر النفس بالنفس القصاص. عندنا أمور ثلاثة لابد لها من تفصيل، وما أدري سأجمل واحدة وأقف عندها عفوا وأقف عندها، ثم يكون في الغد إن شاء الله، لأني ورائي ما ورائي، والآن امتد الوقت وأنا يعني أيضا يعني مكبل في حاجات أتحملها، فسامحوني. سأقول أولا في مسألة مهمة جدا، هي مسألة التارك لديني المفارق للجماعة. أنا أسألكم قبل أن أبدأ في الشرح: التارك لديني المفارق للجماعة، ما الفرق بينهم؟ التارك لديني المفارق للجماعة. تأمل تدرك. حاضر يا شيخ أمجد، أنا لن أنزل حتى أجيب عن سؤالك بإذن الله. التارك لدين وفارق الجماعة هما سواء، ويكون هذا يعتبر عقل تفسير أم بينهما فارق؟ جزاك الله خيرا شيخ أمجد، عقل تفسير الصحيح الراجح أن التارك لدين والمرتد المفارق للجماعة هو الذي قال في السنة وتفترق هذه الأمة على 71 فرقة، هم أهل البدع، لكن أهل البدع يقتلون
يقاتلون، هذا الذي سنفسره إن شاء الله نفسره، لكن ليس اليوم، غدا إن شاء الله حتى نستوفي المقام يعني حقه. أقول قال التارك لديني، ما يحل لما المسلم قال بأحد الثلاث، قال التارك لديني، التارك لديني هو المرتد عن دين الله جل في علاه، الذي ارتد عن دين الله جل في علاه. فالردة لها مواد، من أعظم مواد الردة أن يجعل الله ندا وهو خلقه، أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه من نذر أو ذبح أو غير ذلك. من أبواب الردة سب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، هذه أعظم ألوان الردة، سب الذات المقدسة أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بشريعة الله جل في علاه أو سب الدين، كل ذلك مواد الردة. وأوسع الناس بابا في أبواب الردة هم الأحناف، وهذا عجب، لأن الأحناف أصلا فقال أحناف مرجئة، وفي أبواب الردة سأبين أنا لما يكون هذا الباب، عندهم إرجاء، فقهاء الأحناف عندهم إرجاء، هذا الراجع صحيح. فالحق بأن الردة لها أبواب كثيرة، أعظمها كما قلت هو الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله والرسول أو بشريعة الله جل في علاه، كما ترى كثير من الجهلة الذين يستهزئون بشريعة الله جل في علاه أو يستهزئون بالله وبالرسول وهم لا يدرون أنهم بذلك يخلدون في نار تلظى. قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. العلماء هنا يختلفون في مسألة، يقولون يعني يختلفون في مسألة الردة وحكم الردة وحد الردة، وقال المتهوكون الردة ليس لها حد. وطبعا لما ترد أهل البدعة والضلالة وترد كثير من الذين يعني أخذوا منهج المستشرقين يطعنون في الكتاب وفي السنة بأهوائهم ويلبسون على العامة، فيأتون بشبه فيتمسكون بقول الله جل في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قالوا إن كان قد خيرهم الله جل في علاه بين الإيمان وبين الكفر فكيف يعاقبهم على الكفر بالقتل، كيف يكون ذلك؟ وهو الذي قد قال جل في علاه قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين. وكل هذه الشبه مردود عليها بفضل الله جل في علاه، وأنا فصلت القول فيها في منكر أحاديث البخاري، الإخوة ترجع لها، لكن أنا أيضا لا أمر هكذا، لابد أن أؤسس أساسا وعقول بأن الآية إجمالا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أهل التفسير اختلفوا فيها، بعضهم قال هي محكمة وبعضهم قال هي منسوخة بقول الله جل في علاه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بآية السيف ببراءة، والحق أنها محكمة، ولما نقول منسوخة هي محكمة لكنهم قلبوا الفهم فيها. فقول الله جل في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليست تخييرا، هذه ليست تخييرا من الله جل في علاه، بل هو التهديد بذاته بعينه، الله يتوعدهم ويتهددهم عندما قال اكفر وسترى، فمن شاء فليؤمن فله الثواب ومن كفر فله العقاب الأليم والعذاب الشديد، فهو من باب التهديد فليس من باب التخيير. كيف يكون التخيير وقد قال النبي الأمين أمرت أن أقاتل نفسك فيقول لا إله إلا الله؟ فهذه شبهة مردودة، هذه شبهة مردودة وهي عليلة جدا وضعيفة جدا إلا على الأغرار الأغمار. فقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل نفسك فيقول لا إله إلا الله، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال حتى قال حتى قاتل الجزية في أعيادهم هم صاغرون. فالأصل هنا في حد الردة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السنة، وما أتاكم رسول فأخذوه من أكو عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه من البخاري ومسلم، قال من بدل دينه فاقتلوه. دخل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه على اليمن، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد أغرقته الديون وحجر عليه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فرجة له فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما مع أبي موسى الأشعري. دخل فوجد أبا موسى الأشعري ووجد رجلا واقفا أمامه، فقال من أوقف هذا؟ لما يقف هذا؟ قال هذا كان يهوديا وأسلم ثم ارتد. قال والله لا أجلس حتى تطبق فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله لا أجلس حتى تطبق فيها في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فقتله فقال الآن أنا أجلس، الآن أنا أجلس. وقد قتل الصحابة من ارتد عن دين الله الذي علاه، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. وحدث بينهم الخلاف في مسألة المرأة، إن ارتدت المرأة هل أيضا الأمر لها على سمكاش، هل الأمر فيها أنها هل الحد القتل أيضا كالرجل أم لا؟ الجماهير جماهير العلم المسألة وجماهير المتأخرين وأصحاب الحديث قالوا أن المرأة والرجل سواء، فحد ردة المرأة القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما من بدل من الأسمان المبهمة فهي على العموم، من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا قد ورد بالسند الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قتل امرأة ارتدت عن دينها، قتل امرأة ارتدت عن دينها، وهذا بمرأة ومسمع من الصحابة أجمعين، فصار إجماعا للصحابة على قتل المرأة في ال وهو إجماع سكوتي طبعا عشان ما يقال حجة على الأحناف، إجماعا من الصحابة على قتل المرأة في الردة، وهذا كما قلنا محل اتفاق. أما الأحناف فقد خالفوا بذلك وتمسكوا ببعض الشبه، يعني لها روح من الأدلة. قال الأحناف المرأة لا تقتل تحبس حتى تدخل الإسلام، فقالوا لأن الإنسان مر على امرأة في ساعة الوغى فوجدها مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. رد عليه من وجهين، الرجل الأول دليلكم في مداره ودليلنا في مداره، دليلكم أنه قال نهى عن القتل في ساعة الوغى، في ساحة الوغى عن كافرة أصلية، وكلامنا في امرأة أسلمت ثم كفرت فافترق، فالإلحاق غير وارد، فالإلحاق غير وارد بينهما. والأمر الثاني مهم جدا، نقول وماذا تقولون عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نبيت القوم وفيهم النساء وفيهم الأطفال؟ قال هم منهم، هم منهم، وجعل الأمر على الإباحة. إذن الصحيح الراجح في ذلك هو أن المرأة إن ارتدت فحدها القتل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عموما، وفعل ذلك الصحابة وأجمعوا على ذلك، من بدل دينه فاقتلوه. هذا بالنسبة للأول. أما الثاني في الكلام على الزاني الذي يرجم، هل كل زاني يرجم أم الزاني الذي توفرت فيه الشروط؟ وأيضا مسألة القصاص يكون غدا التفصيل في هذا الحديث بإذن الله. نسأل الله تعالى ينفع بذلك. قبل أن أذهب إلى الصلاة لو في أسئلة أنا رغم الإشارة الآن. سؤال الشيخ أمجد بس. سؤال الشيخ أمجد هو أول الأسئلة. طب الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ماتت أم أحد الإخوان في المسجد قبل 3 أيام. وطلبوا أن يصنعوا طعاما للصائمين صدقة لأمهم، وذبحوا لها وذبحوا لذلك ذبيحة، فماذا أفعل؟ هل أسمح لهم؟ هل أأكل معهم؟ هو صحيح الرجح بذلك جزاهم خيرا على هذا السؤال، جزاهم الله خيرا. إن كان الذبح أو الصدقة ينتهون بذلك تقدمة طاعة أو تقدمة يعني طاعة من أجل أن يقبل دعاؤهم، أو من أجل أن تكون صدقة من الصدقات التي تكون على الميت، صح ذلك ولا شيء فيه، صح ذلك بإذن الله ولا شيء فيه، ولك أن تأكل منه. نعم. هنا أخونا جهاد جزاء الله خير جزاء مؤدبا كان في عرضه، قال هل يستر المتاج قبل إقامة الحد أم لا؟ هذا المفضل وغالب نوعا مدى. المسألة فيها أقوال ثلاثة، قول يقول بأنه يستتاب، وقول يقول لا يستتاب وهو كل دليل، وقول يتوسط في ذلك يقول هو يومها 3 أيام ويأكل رغيفا في كل يوم، فحتى ونعرف عن الإسلام فإن تاب تاب الله عليه. وأنا أدين الله بأن الاعتكاف واجبة وكانت مستحبة عند جميع أهل العلم، والوجوب في ذلك لأن هذا هو الأحب إلى الله الذي تعالى قال قال من تاب تاب الله عليه وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله غدا حتى لا أكون قد يعني ضيعت عليكم الفائدة. غدا إن شاء الله نفصله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.